السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدم معكم واحد سلطه اللي صحيه مع واحد الكفته اللي كتجي رائعه وسهله. هنايا انا عندي شويه ديال الكفته، عندي هنايا تحميره، عندي الملحه، ابزار، كمون، سكنجبير، الخرقوم عرق. صافي كناخذ واحد البصله كبيره اللي محكوكه. عندي هنا شويه ديال السبانخ حتى هو اللي ستضيف شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه. وعندي الفرماج هنايا، هاد البارميجانو كيعطيها واحد البنه الصراحه اللي زوينه مع شويه ديال الزيت البلديه. صافي وكنخلط هاد الخليط ديالنا مع الكفته مزيان حتى كينسجم لينا مع بعضياته. صافي ملي كنخلطها مزيان كنخليها هنايا تقريبا واحد نص ساعه او لا ساعه، كتبقى تشرب لينا هاد العطريه اللي درنا فيها مع البصله وداك السبانخ. كيف كنعرفوا الحاجه راه ملي كنرقدوها راه كتبقى كتجي لذيذه. هنايا عبي ما وجدتش العطا اللي غادي ندير. صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا راه انايا كيف قلت لكم راه خليتها هنا ارتاحت وصبقت شلاضة هي الاولى. انا راه على الفيديو خليته باش يجيني مقاد، داكشي علاش درت معاكم الكفته هي الاولى عاد غندير من وراها شلاضة، ولكن انا راه خليتها مرقده حتى صوبت شلاضة عاد رجعت صوبتها هي وطيبتها باش تبقى ليا في نفس الوقت سخونه. صافي هنايا انا كنبقى ندير فيها على شكل بحال هكا كيف كتشوفوا معايا. هنا كيبقى كل واحد والاختيار ديالها، اللي باغي يديرها على شكل كويره ويقرصها اولا بحال هكا على شكل اصابع كيف كتشوفوا معايا. انا كناخذ واحد الكميه، راه كيف كنعرفوا الكفته راه كطيب كتجمع لينا، داكشي علاش انا كنخليها هنا شويه غليظه. صافي كنبقى غدا على هذه الطريقه تنكملها. صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كملتهم انا غادي نطيبهم في هذه الاله الهوائيه الصراحه اللي كتجي فيها رائعه، كتجي ناشفه ما فيها لا زيت لا والو، كتجي بحال لا شاويينها. هنايا احتاجت لي 20 دقيقه راه كانت موجوده. كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيف كيجي، صراحه كتجي رائعه. نتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا بعدا شخصيا صراحه كتعجبني بهذه الطريقه. صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا غادي ندوز معاكم للسلطه اللي غادي نقدموا ديال القمح. هنايا خديت واحد القرعه كبيره اللي قطعتها رقيقه مع واحد الخيز زوه، درت عليها واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نشحرها فوق البوطه مزيان حتى كنحس بها تشحرت لينا هاد القرعه مع خيز الزوره دغيا كيطيبوا مع مقطعينهم رقاق. صراحة هاد السلطه كتجي رائعه ومغذيه وصحيه في نفس الوقت. هنايا صافي انا خديت هاد القمح هذا اللي سلقته في شويه ديال الماء مع شويه الملحه، راه دغيا كيطيب لينا. صافي خديته صفيته مزيان، زدت عليه هنايا ديك خيزو مع القرعه، وغادي نخليه هنايا غادي نخلطو معاه ونخليه حتى يبرد ليا واحد شويه. صافي هنايا انا خديت واحد نص علبه ديال المايس، زدت عليها واحد شويه ديال هنايا ديال البزار وواحد المعلقه ديال الخل ديال الحامض تقريبا، وغادي نزيد عليها واحد شويه ديال الزيت البلديه حيت كنعرفوا هاد القمح كيكون شويه ناشف، غنزيد عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه. وهنا الملحه راه انا ذقتها لقيتها راه صافي هي هذيك، وبالنسبه للي باغي يزيد شويه الملحه اللي جات مسوسه راه يقدر يزيدها.
صافي هنايا ملي وجدات لينا الشلاطه ديالنا، خديت واحد الطبسيل اللي درت فيه واحد شويه ديال السبانخ، هادو اللي كيكونوا صغار اللي ما كنحتاجو كاع نطيبوهم، كناكلهم بحال هكا. الصراحه كيعجبوني مع هاد الشلاطه، كناكلهم بحال هكا. صافي فرشت الطبسيل وخديت هنايا واحد المول اللي غدا نحاول ندير هاد الشلاطه على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. ناخد الفورمه ديال هاد المول، وهنا كيبقى لكل واحد والاختيار ديالو اللي باغي يقدمها على هكاك، حتى هي راه كتجي زوينه. صافي غنبقى غدا على هاد الطريقه حتى نقادها مزيان بالسطه مزيان في هاد المول. ماشي بالضروره يكون عندنا هاد المول هنايا، راه كيبقى لكل واحد والاختيار ديالو. المهم انا عارف فكره وشاركتها معاكم وصافي. صافي انا كيف كتشوفوا معايا هنايا زينتها بواحد شويه ديال المطيشه ديك الصغيره، قسمتها على جوج وشويه ديال الزيتون. هنايا خديت انا واحد البيضه اللي حكيتها، كنحكها فوق منها بحال هكا، منها كتعطينا المنظر زوين لهاد الشلاضه ديالنا. هنايا تزين كيبقى كل واحد والاختيار ديالو كيف كتشوفوا معايا. مهم الشكل النهائي ديال هذه التزيين اللي درت ليها انا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، و الى عجبكم ما تنسونيش من لايك ديالكم ومن البارطاج والتعليق ديالكم،